من لم يقرأ تاريخه لا يبني مستقبله، ومن لم يعرف جذوره لا يكون له ثمار ولا أزهار. نحن أمة الآن ابتلينا في هذه الحالة التي نتمذق بها تمذقا شديدا، بأننا قطعنا من الجذور. هذه الندوات تعيدنا إلى الجذور، فكما أن القرآن الكريم ذكر لنا يوسف وذكر لنا إبراهيم وذكر لنا يونس وذكر لنا مريم ليقول هذه جذور إنسانية تعلم منها. فاليوم حينما نحضر ما خطه الزركلي من شعر وأدب وأعلام، هو يقول لنا لا تنسوا جذوركم. إن ما يحدث اليوم في أرض سوريا هو من جيل انقطع جذره، فالذين يريدون لسوريا أن تكون إسلامية أو تكون مسيحية أو تكون قومية أو تكون وطنية أو تكون اشتراكية أو تكون علمانية، أقول لهم لقد تأخرتم كثيرا، فسوريا هي التي صنعتكم بكل صفاتكم، وهي التي فتحت لكم صدرها لتصوغوا على صفحاتها أدبا وشعرا وفكرا وعلما وثقافة ودينا. فلماذا لم تكونوا بارين بأمكم وهدمتموها بأيديكم؟ الشعر مكانته في هذه الأزمة من خلال الشعر الوطني، متمثلا بهؤلاء القامات الكبيرة كبدوي الجبل وخير الدين الزركلي، وطنية بامتياز، عملوا في الشعر والسياسة والفكر. وخير الدين الزركلي عاش فترة الاحتلال العثماني والاحتلال الفرنسي، وكان مناضلا مؤمن بوطنه سوريا، وعمل على وحدة الأمة العربية بأفكاره وشعره ودواوينه ومؤلفاته، فبقي لسوريا ودمشق مكانة كبيرة في قلبه وذاكرته. مناسبة كانت عظيمة جدا، وإعادة ذكرى خير الدين الزركلي الذي لا ينسى حقيقة فضله، سواء في شعره أو في أدبه أو في كتاب موسوعة الأعلام. الحقيقة بذل جهد كبير وعانى كثيرا في التغرب، ومثال أكبر مثال على حبه لوطنه، العين بعد فراقها الوطن لا ساكنا ألفت ولا سكنا.